أخير من جودي تو نذكركم في الشهر الفضيل إن شاء الله في رمضان باش نكملوا معاكم في برمجة شهر رمضان. نشكروا مرتين في الأسبوع مرة يوم الخميس ومرة يوم الأحد دونك نتقابلوا معاكم في سبيسيال رمضان. واللي يقول رمضان خويا شهر الفضيل ما نجمش يقول رمضان من غير الشيخ حمودة. مرحبا. اسمع والله بصراحة وين راك نتذكر جو رمضان محلية اللهم صل على النبي عمليه ديجا في ساعة ورمضان عمليه ولها وخلاص رمضان نسيت والله ان شاء الله يا سيدي رمضانك مبروك وبيك أكثر فحش زياد راحت في اللي بعده اشبكش ما تفرخناش ان شاء الله يا سيدي باش نحاولوا احنا نعطيو إضافة قدر ما نجموا للسادة المشاهدين دونك هذاك علاش خذينا أسئلة من عند السادة المشاهدين هي اللي باش تجاوبنا عليهم. باهي نبداو بالسؤال الأولاني بما أنه ما فماش صلاة التراويح السنة في الجامع هل يجوز أن نصلي صلاة التراويح قدام التلفزة؟ بسم الله جل جلاله والحمد لله على من والاه وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. هل يجوز صلاة التراويح أمام التلفزة؟ كما عبارة قلت لي عندي فرجدير نعملها درع أكحل ونعمل بها عمرة في الكوجينة معناها نعمل طواف سبع شوات وأنا نتفرج في مكة ما تجيش. علاش ما تجيش؟ خاطر التراويح هي أولا سنة مش فرض. اثنين النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في حجرة صلوا معها ثلاثة ولا أربعة صحابة من غدوة جاءوا زادها كيف كيف مجموعة أكثر. النهار الثالث تعبات الحجرة وبداوا يكحوا كيما زياد معناها باش يخرجوا لهم النبي حاشمين أنه يكلموه يقولوا اخرج صلي بينا. قعد للصبح خرج لهم قال لهم صلاة الإنسان في بيته النافلة أفضل من صلاتها في المسجد هذا معناها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا يصليوا فيها وحدهم في دار ينجم يعمل ترابيزة صحيح يعني أصلها هي تتصلى في الدار وحدك بيقولي مش حافظ 60 حزب ينجم يصلي بكتاب ينجم يحل المصحف لأي صلاة نافلة تنجم تقرأ من المصحف تقعد قدامك المصحف تقرأ ما تيسر تسكر تركع تسجد بعد تقوم تحل المصحف اللي يصلي التراويح في الدار فما في كتاب القرآن فما بعض الأجزاء اللي تلقاها باش يعرف قداش كل ثمن ركعة يقمر الورقة بحاجة يحط لا لا ما هو مكتوبة هي ديجا تلقى ديجا موجودة معناتها كل ثمن يعمل ركعة كل قداش كل ربع كل ما يحب هو إذا كان ال ال كيف يصلي مثلا 10 ركعات مش 20 الأصل في الصلاة النافلة هي التقرب إلى الله معناها لازمك تكون فيها خاشع تكون فيها اللي يحس روحه تعد صحيت بالضبط أم المؤمنين عملت حبل شادة في الحبل وتصلي قالها النبي علاش قالت له نحب نكمل قيام الليل قالها لا يصلي الإنسان قد ما يقدر وقد ما يكون هو واضح وخاشع خاطر لا يدري يبدأ تاعب يجيب شي يدعي لنفسه فيدعو على نفسه من قلة النوم ومن قلة الواحد يدعو بالغدا به ولعل تكون ساعة استجابة صحيح هو بيه. الفايدة في الكم مش ربي يبارك لك خويا زياد ايه والله الا السؤال اللي بعده وخا نحل الجوامع خويا مسنين سنعاون عائلة في رمضان ايه؟ نزلهم ماكلة وناقضي لهم السنة كيفاش ننجم باش نعاونهم عن بعد باش نربح أجر. هنا أنا عندي اقتراح حلو وإن شاء الله يعجب العباد وإن شاء الله يمشيوا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الصحابة المهاجرين والأنصار كي جاوا للمدينة هذا خو فلان وهذا خو فلتان معناه شنو اخوه؟ معناه يصرف عليه كعباره اخوه. احنا توا في الوضع هذا نجموا نعملوا حاجه اسمها توأمه. نجي انا نعمل توأمه مع عائله فقيره. صحيت عباره كاني باش نصرف على داري، نصرف عليها هي. واحده كيما امينه تعمل تاع 50 عائله مثلا. شويه 50 من الالف وانت طالع. المهم تعمل توأمه كل واحد وشنو ينجم يعمل. شنو التوأمه؟ معناها قضيتهم. ايه. نتاع رمضان اللي باش تقضيها اللي كنت امين. تقضي زوز ثلاثة عائلة معاك تبعثها مع شكون تنجم توصلها تبعثها توصل خاطر توا تتعقم القضية وتتحط قدام الباب وتنجم توصل لهم غير تصاور صحيت أهم حاجة ما يدخلش في الريال لا خلينا نوضحوها هذه برشا عباد قال لك زاد ما نحبش جاو ضد التصوير وفما ناس جات مع التصوير ايش يقول الدين سرا وعلانية شنو أنت نيتك في قلبك إذا كان أنا نيتي أنا العباد تتبعني تعمل سيلفي وتعمل حاجات ويوليو كيفي أنا عن ربي هو اللي يعرف النوايا باش تكتب لي اجر كبير خاطر ربي قال سرا وعلانيه ما يجيش يقولوا لا لا لازم ديما بالكتمان لا فيما اوقات تبدا عاملها بالكتمان انت وتتقيد لك علانيه وتتقيد لك رياء خاطر تقول في نفسك اه كان شافني امين كيفاش نعمل فيها سرت على امين مش على تبدا انت عاملها تبدا تصلي وحدك وما يرى فيك حتى حد وتتقيد لك رياء لانك وقتها تخمم في العباد في مخك صحيح تخمم في رينك وساعات كيما امين تعمل حاجه مثلا باش الناس تقتدي بيك المنصتين كيفك ولا غيره هذيك تتقيد لك اجر كبير علاش انك ساهمت في انه العباد تتبعك تقل صحيح ان شاء الله ربي يكتب لنا الخير. به السؤال اللي بعده بعيد على شهر رمضان شوي
هل طريقة الدفع اللي تعتمد فيها وزارة الصحة للمرضى نتاع الكورونا جيماجين السؤال هو هذا شرعا تجوز أم لا؟ هو المرضى الكورونا اللي يتوفاهم إن شاء الله ربي يرحمهم ويصبر عائلاتهم معناها يعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء، كل واحد يموت بالوباء سواء الطاعون ولا غيره يسميهم لقى حتف أنفه فهو شهيد شهيد الآخرة هكا سماه. وزارة الصحة ما تعمل أي حاجة إلا ما عندها لجنة كوميتي فيها وزارة شؤون دينية وفيها شيوخ وفيها علماء وفيها دار الإفتاء أفتيت بطريقة الدفن هذيك اللي هي معمول بها في جميع في جميع دول العالم الإسلامية نحكي حتى الدول الأخرى، أما كرأي إسلامي هو هذاك شرعا يجوز. تبقى هنا نحب نشير أن وزارة شؤون دينية عملت اتفاقية مع وزارة الصحة لازم يمشي شكون صحيح عاملت هو هذا موجود ونحييه الإمام اللي يمشي وقاعد يقوم بصلاة الجنازة فما يقول لك على أي وقت قبل ما يتحط فما دعاء لا هو صلاة الجنازة تتعمل حتى في سيارة في الأمبولانس يبداش هو في الأمبولانس معناه مش بشرطه هي أنه يزم يتحط في القاعة وتتصلى أما هذا تو فما أيام متطوعين أنهم يمشيوا مع كل جنازة في الجبانة ويبعد الأمطار اللي لازم يبعد عليها ويصلي واللي الأصل فيها هو واحد فقط يصلي صلاة الجنازة أمين سي بون والأصل فيها أنه كله بيعرف يصلي وزياد يعرف يصلي الجنازة هذا الأصل من بعض الأصل كيفاش النجم وناخذ كيفاش النجم ناخذ أجر صلاة الجماعة كاننا نهار كامل محصور في الدار صحيح رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه يعني أنا كي نعمل حاجة غلط ومانيش قاصد تتقيد لي صحيحة كي ننسى ما عملتهاش وأنا ناسي تتقيد لي صحيحة وقت لي أكره أني ما نصليش صلاة الجماعة تتقيد لي صلاة الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي هو الصحابة قال لهم فما ناس قاعدين في المدينة عندهم نفس الأجر متاعكم أنتوما وهما قاعدين في دارهم شبيهم حبسهم المرض احنا حبسنا المرض مش معناها مرضى اما خايفين مش يعني يتعدى فيولي صلاة الجماعة موجودة من غير ما يخمم الواحد يقول له كيف فما ناس امين سامحني يحبوا يصليوا خلسة زادة في الجامع وفما شكون يحل باب الجامع من تالي وفما ناس تعمل فسطوحات في صلاة الجماعة ومش معقول وجاي رمضان فما ناس امين ينجموا يحلوا كراجات وزعما اجى صلي بحذانا وهي الليله التراويح عند شكون؟ تقول لهم انت الكاميرا ما يجيش مش معقول هذا هي اولا سنه مش فرض احنا صلاه الجمعه نحيناها حفاظا للانسان ثلاثه انك تصلي مع بعضكم فوق السطح ولا في كراج راهو كسرت الحظر الصحي راهو ما عملنا حتى شيء راهو باش تنقل العدوى ربي سبحانه وتعالى اعطانا رخص في الحاجات هذه فما رخصه انك تقعد في دارك وتصلي عندك ثواب الجماعة كامل إذا كان خرجت وأن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه يعطيك الصحة وإذا كان عملت العكس فأنت عاصي واضح به مو على الأقل كان عندكم إجابة في سؤالي بعده نفس الشيء دونك باش نتعداو الحسنات اللي كنت تاخذ فيها ماشي للجامع وصليت الجماعة كيفاش نجم نعوضهم سي بون جاوبنا الشيخ السؤال اللي بعده نهار كامل نتعارك مع مرتي على خاطر قاعدة تبذر في الكوجين عندنا مشكلة كبيرة في هذا قاعد يصير في برشا عائلات جيماجين توا فما رجال يبذر وزاد يحب يعمل اليويو كيما كلاب وواحد ويفسر لك اليويو على ملاوي على شنو يجاوبوها السيدة شوف ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين هكا ربي قال تبقى وقتاش هنا كي نحكيو مبذر كان اخوان الشياطين وقت اللي في عاود تاكل انت باكيت تاخذ اربع باكيت ويتلوحوا ثلاثه انت تاكل الاربعه صحيت كي تاكل الاربعه طوكي الماكله اللي انت باش طيبتها باش تاكلها لست مبذرا تنوع حتى 50 نوع اما طوكي تطيب نوع واحد وتعمل برشا وبعد يتلوح هنا انت مبذرين وهنا كفر بنعمه الله الشناوه ياكلوا الصحن كي عبيه يعبي كعبه زوز ثلاثه كهو عاد اي وشويه شويه عليه مشاو جماعه توانسه مع غادي يعبي الصحن كيما احنا سيلف سيرفيس عبي النهار الاول شافوهم وبعد تلوح هذاك النهار الثاني سكروا الريستو وجاهم المعلم قال لهم شوفوا علاش شنو صحنهم فارغ نظيف يهز يعني كان قد ما ياكل هو قال لهم احنا مليار واش كان كل وزنوا لي الماكله اللي خليتوها التوانسه وزنوها لقاو ما نعرفش نقولوا احنا 5 كيلو باش يتلوح في البوباله احسب مليار قال لهم انت كل واحد كان كل يوم في المليار ونص في الخمسة كيلو هذو تلقى عباد تاكل وعباد ترانت ماكله باش نلوحوها فمش معقول هذوك ياكلون فيهم عباد اخرين فنتقي الله في التبذير نردوا بنا خاصة داخل رمضان زاد امين سيرمون باش نرجعوا لهم في رمضان ان شاء الله يحب المبذرين البركة سامحني جوست حاجة نداء شيخ للدولة خويا سميت زاد ماهوش امبورتون في النصر والمرسى والمناطق اللي نحن عندنا كوش
راهو فما مناطق ما عندهمش كوش وباش يمشي الكوش لازمو يتنقل مناطق الداخليه مناطق الداخليه 10 و15 كيلومتر هو سونسي يكون موجود للناس كل في جميع المناطق. لا يا خويا ما فماش مش موجود يا خويا انا نبش العباد اللي ما عندهاش كوش نحن هوني زاده مش يو وكوريق بارد سميت ما يجيش به يو صح تيمن اللي يجي ولا فريكاسي ولا اللي تحب يجي ولا اللي هو برجولين باش مناطق الداخليه. السؤال اللي بعده يا شيخ مستانس نمشي نطل على بابا وامي وليت خايف عليهم كيفاش نجم نحافظ على صلة الرحم في الظروف هذه؟ في الظروف هذه سواء بوك والا امك والا خالتك والا حد عز عليك والا اخوك والا نورمالمون عندنا الوسائل التواصل الاجتماعي، عندنا الميسنجر، عندنا الفيسبوك، واتساب، عندنا الواتساب، عندنا توصل حذا الباب تدق عليه بابا لاباس سافا تستحق حاجه نخلي لك القضيه قدام الباب وتدور، فماش ندخل ونشوف بابا ولا تهز لاولادك باش يبوسوه، الاولاد الصغار ينجموا يكونوا عندهم الكوفيد 19 ويعديوه وهما ما عندهمش وانت على اساس انت هزيت اولادك باش يشوفوا بهم، لا هنا نكمل بالتليفون شرعاً صحيح نرجعوا ديما الحديث الاولاني اللي قلناه رفع عن امتي الخطا هو نسيانه وما استكرهوا عليه، انت مش بالعاني كل واحد فينا يحب يشوف بوه، مستحش امه، مستحش اخته، مستحش خوه، مستحش العزيز عليه، الناس اللي فما ناس متغربين، فما ناس موجوده في بلايص معناها كل واحد شنو احنا هنا نقول لهم ان شاء الله ربي تتنحى الغمه هذه بالدعاء زاد ادعي لامك وادعي لبوك، حاول كل يوم تكلمهم بالتليفون، كنت تكلمهم مره تكلمهم خمسه سته، معناها حاول ديما اقرب لهم باللي تنجم. الا الكونتاكت الصحيح. كونتاكت كونتاكت ديريكت، السؤال اللي بعده بالله ما تضحكوش عليه. نجم نتوضا بالصابون. جيماجين علاش سالوا نجم نتوضا بالصابون؟ نقول لك مني نعقم يدي ومني نتوضا زوز مع بعض. الوضوء ربي سبحانه وتعالى عمله بالماء الطاهر النقي الذي لا لون فيه ولا طعم ولا رائحه، علاش؟ خاطر زياد قبل كان يتوضا بالماء كيف كيفه، تحسنت الامور وكرهب ودنيا. يولي ينجم يولي يتوضا بالزهر، يقول لك انا جيبوا لي مثلا ماء سبيسيال، فربي يحب ينحي الحكايات هذه الكل. كل اللي عنده كل اللي ما عندوش قال الناس كل تتوضاوا بالماء الطاهر النقي الذي لا لون فيه ولا طعم ولا رائحه. شرعا شنو تجاوبوا هذا؟ اعمل الصابون نجم يغسل يديه بصابون قبل ما يتوضا وبعد يتوضا على كيما الغسل، الغسل الغسل من الجنابه ولا اي غسل يغتسل به الانسان لازم يكون من الماء فقط، الشامبو والشيء هذا كل يتعمل يا قبل يا بعد. يزم الماء يعم راسك وسائر جسدك تقول هذا سي انا هويت الغسل ولو كيف كيف هو لا حياء في الدين كما تحكي وبرشا اسئله راهي من الدوله ديجا اخترنا منهم اسئله من بعد انت شيخ اللي تنجم تجاوبنا. عندي صديق يقص على شرب الكحول قبل اسبوع من رمضان، اكيد برشا معناتها راهو يتسالوا في السؤال هذا. برشا يتسالوا برشا ناس يخموا برشا ناس ربي يهديهم عواش خاطر كيما رجب كيما شعبان كيما رمضان بالعكس رجب هو شهر محرم معناها المفروض الناس تقص على الشيء هذا وان شاء الله ربي يتوب عليهم احنا نقولوا ندعوا لهم بالتوبه. انسان يسانك مليون تجي تقول انت اعطيني المليون نتاعي تو يقول لك انا ما نجمش، نجم نعطيك بال100 ولا بال200 ولا بال50 اما خير يعطيك كل مره 50 كل مره يخلص المليون والا ما يعطيك لا اعجب لي مليون، لا ما تنجمش تخلص هكاك ولا لا المثل الاعلى هو تعبه اموره عندك البليه هذيك عنده حاجات اخرى خمم باش يقص قبل بشهر يعطيه الصحه، خمم قبل ب 40 يوم يعطيه الصحه، قص قبل بجمعه وقال انا تو باش نصوم نقول له لا انت البارحه ربي هو الوحيد اللي يقبل التوبه والتوبه مفتوحه الى يوم القيامه وقت اللي تطلع الشمس من المغرب هكا وقت نقول له والله غالب ما عادش فما توبه اما طونك النفس مازال موجود والروح مازال ما طلعتش لهنا عندك الحق التوب وعندك حق من ادراك اللي هذاك قبل باسبوع يصوم ويرجع ويتوب ويولي ما شاء الله عليه ويولي كيما زياد يمشي ويجي للجامع الفريضه الوحيده ريت يحقروني يا شيخ اي والله نحب برشا راه زياد انا الصيام هي الفريضه الوحيده اللي ربي قال عليها انها لي وانا اجزي صحيح تصوم لي وما يعرفوش حد ما يتدخل كان ربي هو اللي حافظ ربي ملاحظه صغيره ما فيها باس معناتها تو داخلين على رمضان نحن نحترموا الحريات وتونس حر فما عباد الفاتره زاد عزلوك تبدا في الكونفينمون ما فماش حد ما يشوفش لا نحكي لك بار اكزومبل ترقى ساعات في الكهرباء عبد عزلوك يبدا يمرطق في الشيء ولا حاجه نحترموا بعضنا نحترموا بعضنا واضح زيد مازال جاي رمضان راه الشيخ ماذا هذا افون رمضان لا لا ما نهدروا نحترموا بعضنا زاد يبدا السؤال الاخرين الاسئله كيما السؤال اللي قبله لا حياء في الدين راهو عندنا بعض الفتاوي تقول اللي الزطله حلال قلنا بالهندي هل هذا صحيح خاصه في رمضان نعرف وش يصير يا شيخ هو لا رمضان لا غير رمضان هو لا في رمضان تولي راي طبعا الامور تختلف يقول لك لا نورمال عادي في رمضان شيء طبيعه كله مسكر حرام والحشيش هذا القنب الهندي مسكر وزاد ما اسكر كثيره فقليله حرام يقول لك انا شنو جونتا ولا حاجه خفيفه ولا شنو اللي فيه علاش اي مو فيه يقول لك هذاك حرام 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 باللي تحب عليه انت هو الدخان العادي
اللي يتكيفوا فيه حرام. حد ما يقول لك هاو مكروه وما فيهش اجماع، لا باجماع جميع العلماء، جميع العلماء يقولوا اللي التدخين العادي حرام خاطر ما فيه حتى منفعه. دايما نحكيوا على هذايا طبعا. نجيو القنب الهندي ولا الزطله ولا كل ما هو مسكر وكل ما هو يغايب على الوعي. من الكليات الخمس اللي جاء الاسلام باش نحافظ عليها، منها العقل، نعمة العقل اللي اعطيها ربي سبحانه وتعالى، باش نعبدوا ربي على عقل. لو فات انا نعملوا كونفينمون، ما نصليوش الجمعة في الجامع وما نمشيوش الجامع، باش نحافظوا على العقل نتاعنا، باش نحافظوا على صحتنا. نجيو صحيح نقلبوا الدنيا وبعد نقول لك لا فما من افتى بجواز ذلك، لا نقولوا له ربي يتوب عليه اللي افتى، وما ظهر لي كان فما فتوى واحد قال هكا، اما فما ناس تخترع في حاجات تهبط على الفيسبوك كيما فازت انشرها ولك الاجر وكما تنشرهاش، يسيبوها فناس تمشي تقول لك والله هاو في الفيسبوك فيسمع فتوى للجيعان. انت تحب تعصي ربي ما تتلوش ما لا تجمع عليك شران، شو ما شران؟ تلقى العذر وتقع صحيح هي حرام وانت تحلل فيها معناها زوز معاصي. ولا شكون فيكم عنده سؤال فيت في امين؟ هاي مش سؤال، انا حبيت تقدم مساج للناس اللي الرجال اللي قاعدين يعنفوا في نسائهم خاطر قاعدين توا كثره العنف برشا، وحكينا بكري على الميت، نحب نقول لك معناتها كيفاش الاكرام الميت دفنه يحسبوه امهم ولا ابوهم ولا اخوهم، الناس اللي يجوش يعتصموا هكيكا صافي مالكوغ للعبيد اللي فريمون اما سورتو على الفيولونس. بالنسبه للفيولونس الميساج هنا للنساء قبل ما يكون للرجال، خاطر مادام المراه مادام المراه قاعده تقبل في العنف باش يقعد ونقول له انا ما تضربهاش. دونك المراه تقول له ما عادش تعنفني، تقول له ستوب، تقول له يزي، تكلم 197، تعمل ايش باش تعمل، تكلم القاضي، تكلم ايش تحب عليها هي. تو يحطوه عند حد ويقف، اما تقول لك انا باش نشكي بمولى بيتي باش نهزه للمركز باش ليش كي يخلي يقف يحترم روحه. اما تكلمهم رجال على اساس معناها كاين هي كائن ضعيف وانا بالله بجاه ربي نقص معاش تضرب مرتك. مش معقول مش معقول. علاش مش معقول؟ بالنسبه للموضوع الثاني اللي هو الاكرام الدفن، ما يجيش حد انسان يمنع فرض عمله ربي سبحانه وتعالى اللي هو انك تدفن الميت، اكرام الميت يدفنه، وبعث غراب يعلم في قبيل كيفاش يدفن خوه. هذا كل علاش يا امينه؟ خاطر اي انسان فينا ينجم يقعد ويموت بالكورونا، ينجم اي انسان بوه ام وخوه، ثم العدوى ما تنتقلش، هذوما قالوه الاطباء وقالوه العلماء. ثم انت فاش قام فما اجتياح المقابر في قانون هذا يمنع انه انسان يجي مش نتاعك، هذيك ملك مشاع للناس الكل للمسلمين جميعا. وما نجيش نقول انا من سوسه انا يدفن كان في سوسه وفي تونس يدفن، لا مسلم جاء حب عنده ام وبوه عنده حد غادي باش يدفن في الجبل هذيك يدفنوا. قوات الامن قاعده قائمه بالواجب، الناس هذوما اللي يعملوا فيها اسمه حرابه معناها محاربه الله ورسوله، قطع طريق كما المسلم حي وميت كيف كيف، كسر العظم حرام 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 عباره قطع طريق للناس. الشيخ ديجا باش يبدا معنا ابتداء ان شاء الله من يوم الجمعه ال 14 كيما الخميس الجاي، رمضان ولا مش رمضان؟ هذا الخميس الجاي قلت ربي نبداو نحن ديجا البرمجه الخاصه نتاعنا. يعطيك الصحه يا شيخ. عايشك عايشك بارك الله فيك، حب تصفيقك كبير برشا على الشيخ حموده، ونقابلوا باذن الله ان شاء الله الاسبوع القادم في برمجه رمضان. اما قبل شنو رايكم في الكيري؟ اسكو يسامح في الكري نتاعو والا لا؟ هذا اللي قام به تحقيق زميلنا طيب، ونرجعوا جوست بعد مع زميلنا معز الجودي. برشا عباد الفترة الأخرى يلقاو رواحهم قاعدين في الدار دون مولد رزق وبطالة بسبب الكورونا وما عندهمش منين يخلصوا الكري. فما العائلات اللي يلقاو رواحهم طايشين في الشارع والمعرسين اللي حايرين في خلاص كريهم ومش عارفين شنو الحل. هذا علاش اليوم مشينا لبعض الناس اللي كارين ديار وسألناهم على وضعيتهم الحالية. قلت له مسيان سنعطيه كل شهر وشهر وعمري ما غبت عليك، عمري ما غبت على كراي، ناحي من قوتي ومن قوت صغاري ومن قوت داري نخلص الكراي قبل مش ما يجينيش يدق علي الباب. تو واقف منين باش نخلصوا انا في الكراي؟ قال لي خويا شوف خويا لم امورك تنصبر عليك ناهرين ثلاثة ايام اخرين خلص. قلت له ما عنديش انا منين باش نخلص. واقف الدنيا ما فماش خدمه، ما عادش عندي مدخول منين باش ندخل فلوس، مانيش مترسم عليه في الخدمه ولا نخدم تحت حيط. عيط لي بعد ما خلصته قال لي راهو الصوره فيها وفيها، راهو رمضان جاي وراني نبدا محشش برشا، ماذا بيك لو بريمير تعطيني نتاعك؟ الحق نتاع ربي مش معناتها كل واحد ياخذ فعله في الدنيا هذيا، يرحم والديك ووالديك الملك اللي عندي. هبطت لها الحق نتاع ربي قلت لها معناتها باش نخرج من الدار، معناتها حشمت معناتها من كثر ما امراه طيبه فهمت. هبطت لها المدام حشمت منها، هبطت لها المدام هبطت
قلت له كيفاش معناتها عيب معناتها كيف فيه معناتها بالنسبه لي انا معناتها لين توفى الكورونا من البلاد جمله وبعد ارجع خلص وقفنا ما عاد نخدموا ما عاد يعني ما تخدمش ما تاخوش مولا الدار خويا خلك الكريم تاع رشهر لازم يوصلني يعني ما تخدم ما تخدمش امورك هذيك تخلصني بالكراي قعدنا بطال انا ومرتي من نهار اللي تسكرت وقت القهاوي جمله وبدات تسكر الدنيا ودرا شنيا قعدنا بطال هو تو يحب على داره معناتها مشكلته دار معناتها انا نمشي للشارع مرتي تمشي للشارع ما هو امورك معناتها انا مرتي ونصان معناتها في الشارع الاولاني وبعد ما حكينا مع برشا عباد كيرين حبينا تدخل الملاك ويقولوا له انهم ما عندهمش فلوس وكيفاش يجموا يعملوا ياك تشوف يا عم ونجي كيفيه الظروف هاك تشوف فيها كيفيه جيب ربي انت على عينيك كل شيء معنا بلا غالبك علينا احنا الكل باش عايز كنتك على الناس الكل انا ما عنديش مين نجيب عايش خويا بتحكيوش الموضوع هذا يا بكيك خليني الدار عايش ولدي على كريه يعني شهر جاي نجم يصبر شوية حتى نرجعو الناس الكل يعني هذا يقول لي وخر لي وخر لي كنيش وخر انا شهرين يبدو مع بعض كنيش وخر خاصي بالكريه إيه انا تو ما نخدمش تو تو قلت لك انت جيتني تو عندك جيتني عندك تو اربع ايام انا عايش منه إيه جيتني عندي اربع ايام انت ولا خمس ايام قلت لك تو شوف انا تو ما عنديش انا نخدم كل نهار ونهار فهمتني انا تو ما نجمش انا ما عنديش ما عنديش ما تصرف معناتها انا الاربع نوخ يا صاحبي حتى ما لقيت شوي مش نقعد انا فهمت علاش؟ ايه زي نفسك بحال امك أمي مراسكة في دار أختي مو في بالك أمي مراسكة في دار أختي يا عادل والله يا عادل قسما بالله وأنا ما منقلتش لو معاوزك كتان يا عادل نعم نعم والله والله إيه كما جات في المرضى هذه وجيت نخدم يا عبد الله جيت نخدم طبعا نخليك تخرج من بحدي كما فما العبيد اللي شادة صحيح فكرها فما العبيد اللي تصبر وفما اللي خذوا شطر كراء وفما اللي قسموا الكراء على أشهر متعدة وهذا هو واقع العلاقة بين الكاري والملاك في ظل أزمة الكورونا هذا واقع تونسي بين الكاري والملاك كيفاش ينجم يتصرف اسكو قانونيا ينجم يصبر ولا لا جاوبنا على ذا معز الجودي كالعاده خبيرنا الاقتصادي موجود معنا عصام معز مرحبا اهلا وسهلا مين تحيه ليك وتحيه لكل اصدقاء الفتو باه اليوم يقرر معز ذاك علاش ما نجمش يكون موجود معنا معكم ما حاضر معنا كالعاده والاسئله نتاعو والاسئله نتاعكم يجاوبكم عليها كل باه بالنسبه للكري معز شنو نعملوا والله اول حاجه توا نلاحظوا امين اللي فما قرارات جديده اخذوهم معناتها في مستوى الحكومه وفي مستوى البنك المركزي فما حاجات ينجموا يفرحوا المواطنين تو نحكي لك عليهم من بعد معناتها فيما يخص الشيكات فيما يخص زاد المؤسسات الاقتصاديه اللي مش بتلحق خلص شهري كما يلزم في ابريل دونك فما معاونه من عند الدوله ب 200 دينار على كل شهر دونك هذوما كلهم نحاول نفسرهم لك فما زاد حكايه معناتها نسبه الفائده على الكريديت اللي باش يوفروهم زاد كيف كيف معناتها البنك المركزي قال انه ما فما حتى فايده جديده فما جوست كنت تكوغو على الفتره هذيك نتاع الروبور ما فماش انتري جديد ما فماش كلفه جديده دونك الكلام اللي قلناه في الاعلام وقلناه عندك مين معناتها نفع وخلق ضغوطات ايجابيه ان شاء الله بالنسبه موضوع الكري هذا الكري معناتها قانونيا العباد اللي ما دخلتوش يخلصوا الكري ينجم الكيري يخرجهم ولا كيفاش يعملوا تو والله هو في مساله الكري راهو فما عقود باكرة عقود الكراء هذيا فيها معناتها مجموعة من الإجراءات اللي هي مأثرة ومقنة معناتها كاري ما نجمش الملاك يخرجوا في نهار وليلة لازم يعملوا أن بريافي معناتها والبريافي معناتها يعملوا إعلام قبل ما يخرجوا على الأقل يخلي له شهر شهرين في يده حسب العقد ومعناتها ما يخرجوش في نهار وليلة دونك اللي ما عندوش عقد هذاك مشكلة خاطر هذاك بالكلمة وما عندوش حتى إثبات قانوني واللي عنده عقد لازم يرجع العقد نتاعو ويشوف البريافي بقداش لكن الى حد الان ما فماش اجراءات فيما يخص معناتها الكري ولذلك الملاكه هما احرار في ديارهم اذا ما فماش عقد ينص على الموداليتي دونك ينجم يخرجوا ينجم يطردوا واضح باه بالنسبه للكونيكور نتاعنا كل واحد جاب سؤال دونك امين هذا السؤال اللي يوصل لك باش توصلوا لمعز الجودي السؤال هو هذا اهلا وسهلا معز بونجور صيبت شيكات تسبق على اساس باش يتصبوا بعد ثلاثه شهور وصبهم لي تو تو شنو الحل يا معاذ بليز هذه امال هذه تو حسب المعلومات اللي عنا فيما يخص الشيكات دونك فما قرارات قاعده باش تاخذ مجراها بالنسبه من شهر من 1 مارس 1 مارس 2020 حتى شي شهر سبتمبر ايفونتوالمون باش تصير معناتها مو شهر سبتمبر معناتها 3 اشهر مارس افريل حتى شي الفان دو كونفينمون معناتها الفان دو كونفينمون
أي إجراءات، أي تتبعات، أي معناتها كما يقولوا خطايا في بالنسبة للشيكات باش يقع تعليقها. نعاود باش يقع تعليق الإجراءات والتتبعات والخطايا فيما يخص الشيكات. معناتها اللي تصبوا شيك توا راهو ماهوش باش يتبع البروسيدور نتاع الشيك سون بروفيزيون وشيك امبيي. حتى شي لافان دو كونفينمون. واضح. بعد شعر 15 يوم بعد لافان دو كونفينمون فك 15 يوم هذيك بعدها اللي عنده شيك تصب له لازم يريقل وضعيته. متطور البريد هذه كلها شيكات يتثبت من اول مارس الى حد هذه اللحظه راهو ما فيهمش تتبعات وما فيهمش اجراءات وما فيهمش خطايا. واضح به كليب السؤال اللي بعده كليب. شنو هي حكايه الاقتطاعات مش شهري؟ انا شهر في اداره قديش باش ينحيوا لي؟ صحيح هذه تو الاجراء جديد للخداوه قالوا معناتها كوم كوا الوزراء لازمهم يعملوا مساهمه ومساهمه يصبوها للدولة باش الدولة ترقى ما تصرف على القطاع الصحي وعلى الشؤون الاجتماعية. ولذلك كل شهر على مستوى الإدارة على مستوى القطاع العمومي ولا على مستوى القطاع الخاص اللهم شهريته معناتها ما تتجاوز السميك معناتها السميكار هذوكما ماهوش باش ينحيو لهم لكن اللي يتجاوزوا السميك كلهم باش ينحيو لهم نهار اقتطاع الشهري نتاعهم بكل شيء مساهمة الميزانية نتاع الدولة. واضح باهي. السؤال اللي بعده هجر معناتها شكون؟ سؤال سوسن. أنا ناخو في ديتيكي ريستوران من عند الإدارة اللي نخدم فيها باش ينحوهم لي. والله هذايا توا اللي أعلنوا محمد عبو هو الوزير المكلف بملف الوظيفة العمومية لكن الإجراء معناتها لم يأخذ مازالوا ما خذوش القرار فيه معناتها قال هو سي محمد عبو ايفونتوالمون خاطر الناس في دارها توا شهر هذايا دونك بيريود كونفينمون كلها في دارها دونك اللي عطاهم في ريستوران هذوك باش ينحيوهم على خاطر الناس قاعده تفتح دارها مش قاعده تمشي معناتها للريستورون مش قاعده تخدم. دونك القرار اعلن عليه سي محمد عبو انه فما نيه باش ينحيو تركي ريستورون ما الى حد الان لم يقع تفعيله. واضح. زياد سؤال من عند احمد ما نعطيش اللقب. سمعنا اللي باش يعاونوا التجار والحوانتيه انا ميكانيسيان والكراج نتاعي مسكر بحكم هالازمه هذه باش ناخذ اعانه ولا؟ والله توا هذا القرار معناتها اللي قاعد جديد معناتها حكايه ال 200 دينار هذه معاونه اللي باش يعطيوها معناتها للمهن والناس اللي ضرت على كل سالاريي على كل اجير تبقى فما شروط، شروط انه لازم هل اللي تحب يتمتع بالمنحه هذه على كل اجير 200 دينار لازم يكون اموره مريقله مع السي ان اس اس ومع الجبايه. هنا نقطه استفهام خاطر انت توا في وضع كيما هكا ومعناتها فما مؤسسات يعلم بها ربي وفما حوانت يعلم بهم ربي، معناتها باش تجي انت تفرض عليهم انهم يمشيوا يكونوا اجور مع سي ان اس اس ومع الفيسك باش تعطيهم 200 دينار هذيك على كل اجير وقت اللي هما معناتها عاجزين يصبوا شهري صبوا في مارس وعاجزين يصبوا شهري في ابريل. حقيقه لازم شويه تسامح اكثر معناتها في القرار هذايا ولازم نبدا نعاونوا الناس اللي مش لاحقه خاطر هذيك هما اللي حاجتهم بالمعاونه. وحاجه اخرى مهمه 200 دينار معناتها ما وضحوناش هما خاطر توا نجم واحد ياخذ 800 دينار دونك الدولة باش تعاون 200 دينار واللي ياخذ 3 ملايين 200 دينار ما عندها حتى معنى معناتها اللي ياخذ 3 ملايين ولا 2 ملايين كيف نجم الشركة نتاعو الشهر الجاي ما تخلصوش معناتها الشهر هذا افريل خاطر خلصوا في مارس وشهر افريل باش يلقاو صعوبات ولذلك معناتها 200 دينار حقيقة بالنسبة لواحد ياخذ 2 ملايين ما عندها حتى معنى. باهي السؤال الأخراني جوستومون على حكاية ال 200 دينار وكل من عند رباب اللي تقول شنو حكاية الضرائب الجديدة اللي باش يعملوهم هذوما الضرائب الجديدة هذايا اللي باش تنضاف؟ أنا عندي شركة صغيرة نتاع خدمات عايشة منها شنو اللي باش يكملوا ينحيوا لي من جديد تو؟ هذا سؤال مهم امين على خاطر تو الحكومه ووزاره الماليه اعلنت على نيه معناتها ادخال ضريبه جديده هي ما يعبر عنه بالكونتريبيسيون كونجكتورال المساهمه الظرفيه. المساهمه الظرفيه ديت عامت عام 2016 وتو عاودوها عام 2016 سيتي ان بورسونتاج معناتها 7% من المرابيح نتاع الشركه حقيقة خدمات معناتها كانت تعمل في مربوح ينحيوا لها 70% مساهمة ضريبية وكان ما تعملش مربوح فما مينيموم يتعطى أو نحن قاعدين نستنيو في المينيموم هذا معناتها يحب يقول كان فما شركة خاسرة في 2020 وباش تكونوا فما برشا شركات خاسرين في 2020 معناتها باش يلزوهم يدفعوا المساهمة الضريبية هذايا. يعني نحب نكمل بنقطة يا أمين أنه راهو العالم الكل وحكومات العالم الكل قاعدين يشوفوا فيهم معناتها في إطار الأزمة هذه قاعدين يعاونوا في الشركات نتاعهم ويعاونوا في المواطنين مش ينحيوا في الفلوس. احنا ماذا بينا حكومتنا معناتها ما تنحيناش الفلوس ماذا بها تعاوننا وتدافع عن الشركات خاطر هذوك اللي يخدموا في العباد وهذوك ما يستثمروا وهذوك ما يعطيوش شهاده. واضح معز بون الكاليتي ان شاء الله تكون وصلت بون يفو ميو يعطينا نصائح على تعرس نتاعكم خاطر هذا اللي نعيشوا فيه كل يوم
هكا اديستونس بسكايب كانه ما نعملوهاش جمله الروبريك. دونك معز برافو، نحب تصفيق على معز الجودي. ميرسي معز. بعد الحجر الصحي اول حاجه تعملوها بعد ما يوفى وين تمشيو شنو تعملوا؟ خموا جابونا بعد ما نشوفوا الاجابه نتاع العباد في الفيتير. عنا مده واحنا في الحجر الصحي وما نخرجوش، كان للضروره القصوى كيما قالوا لنا. اما قبل كورونا كنا نعيشوا حياتنا بطريقه عاديه ونعملوا قهاوي ونخرجوا ونحوسوا. اليوم حبينا نسالوا المواطنين شنية اول بلاصه باش يمشيوا لها كيفيو في الحجر الصحي وشكون يقابلوا. اول هشقه توجه لدي مكان نحتفلوا احتفال كبير. البوات بوات دنوي نمشي نشطح، نمشي البحر نعمل جو انا وصحابي. طرح بالوت مكشوفه راس انا صاحبي عندي واحد شايب كيفو كيما في فيلم جوجو وقت اللي وفات الحرب والحاجة عملوها خارج وشر. شنو نعمل كيفهم كيما جوجو ضرب نمشي نخرج نشطح. المطاعم والكافي يعني كنا نقعد في الليل في الكافي، الحين فيش قاعد في الكافي. وكيف مشي ميكله ولا حاجه توحشتها؟ ماكل الشاورما. توحشت برشا بلايص هنا معناها، فمش بلاصه معينه بالضبط. ولا قاعد تلقاو ولما فهمني مع الاصحاب واحد. ما عادش فما لما واحد ولا يخرج وحده. فمش عبدك اللي ارتحت منه في البريود هذايا في الحجر الصحي؟ عارفي. ارتحت من عارفي. عليه؟ خاطرني في الحجر توا علاش حير ما خدمتش باهي ما نشوفوش وما نشوفنيش. شنو هي أول حاجة كيوف الحجر الصحي تعملها؟ حاجة نعلم السلطات. ها؟ نعلم وزارة الصحة النومرو هذاك. باهي كل واحد شنيا باش يعمل بعد ما يوفى الحجر الصحي. ديجا زياده وبدا من توا خرج من البلاتو واحنا قاعدين نصوروا هذايا ولا معناتها فالا تلمو مسكين محصور حتى في البلاتو وين يلقى فاض وهو يهرب فمه معبي يرجع. فاش كنت تاكل خويا زياده؟ والله كليت شويه كيك الظروف هوني نصوروا فيها ما غير باكله للشهر كما تعرف نجيو من ديارنا. باهي عمار اول بلاصه تمشي لها بعد الحجر الصحي ما يوفى وين؟ تكويره في الحومة. من با في جمعيه في الحومة تو في الحومة توحشت تكويره في الحومة. باهي تخرج تعمل سهريه من بعد ليه؟ بيان سور. شكون هنا هو من اللاعبين اللي استدعاهم معك؟ شيخاوي عمره ما سر ومش ياسر نصور. بلبولي؟ بلبولي معرس عنده كوفر فيلم. ما انا قديم شو قديم كوفر فيلم تاعه متواصل. اثنين بن عمر الحقي زاد عنده كوفر فيلم. ايهاب بيانتو باش يبدا عنده كوفر فيلم. لذا نهز معايا زاد ايهاب باش يودع العزوبه. يودع العزوبه على قاع. باهي هاجر وين تمشي؟ نمشي لصفاق سنت العالم يا بابا. ان شاء الله ربي يفضلهم. باهي زياد. والله باش تضحكوا توما. بيان سور ديما نضحكوا معاك. مماتي بعد مماتك؟ لا انا مماتي ونمشي للجام. ربي يبارك لك يا حاج. والله نمشي سلات جمعة نمشي ندخل الجامعة وان شاء الله مهما يطغى لازم يجي نهار يتوب. والله لا والله لا وان شاء الله الجوامع ترجع تحل وانا بما انه باش ندخل رمضان بربي ما ننساوش العباد اللي تخدم وتعاون روحها في الجوامع اللي يفرش لك الحصيره قبل كي كنت تصلي وكل ما نعاونوهم ما ننساوهمش خاطر الاكثريه في رمضان الجوامع باش تبدا مسكره. والله نمشي الجامعة. امين يا رب. هاي فازي خونا كلاب وانت تمشي. اول حاجه نعملها بعد الحجر نمشي نترينا تيكواندو باش في الحجر الجاي نبدا حاضر خويا ماك تعرف فهمت؟ عليه سبحان الله. ما فهمنا شيء. باهي خويا انت كي تتحصر انت والمدام راس راس. لا العنف ضد المراه كانت تحكي عليها. يا ولدي العنف ضد الرجل اللي رحم والديك ما فماش منها ضد المراه عايش خويا. والله لا فما بعد ما تنحاوك الحجمات ولا عندهم وقار نساء ما شاء الله ولا فما نوعيه ولا فهمت؟ بعدي حامي على روحي. هاي مينات. انا باش نعاقب على زيد والله رجعت نصلي معناتها ما جلي با اتاكي خاطر انا في الحجر هذايا عرفت ربي اكثر ورجعت نصلي. ريت ربي كي تهديني يا زيد. الحمد لله. ما عرفتش شكون الجامعة زيد. لا مش جامعة جوست حبيت نقول. لا والله لا توا نحكوا بها وهي هي هي. لا مانيش نضحك. لا لا قلت ربي يهديني. ونحن نسهروا. لا لا الكورة هذيك اللي عملها. انا نسهروا كل راهو فما حاجات ربي وكي الجامعة. انا قلت ربي يهديني. نحن شايفين فينا توا الأئمة وكل العباد اللي تصلي وأمي وأمك وبوك وكذا ما نسكرش عملنا فيها تحكي عليها من الأول ما يسالش كونتراديكسيون. لا لا ربي يهدينا بس كل ربي يهدينا اش معناتها أنت تحكم فازي لحظة زياد أمينة. أنا توحشت صاحبتي نانا ماريو أنا مين أسماء سارة كلهم من راس صاحبتي توحشتهم برشا. باهي سينو خويا ريبريز كورة كيفاش باش تعملوا توا كان باش يرجعوا من 100 أنت شنو باش تعمل؟ إذا باش نرجعوا باش نشوفوا الفيدراسيون ممكن باش توخر شويه اليوفا في جوان باش توخر قالت نوفمبر الكونترا نكملوا هكا
بعد ما يوفر كونترا كما كنت تحكينا مش للسعوديه سي بون. بعد ما يوفر كونترا السعوديه ما فماش فماش حاجه تشدت معناها، بعد نشوفوا نقعدوا مع زوج جمعيات عندي لاجون بتاعي ونشوفوا امورنا. باش تقعد برشا عازب ما زلت ولا؟ نزيد ثلاث سنين. عليه عليه عليه. فلتوا اليوم. لا والله انت مازلت مطول. انا وبعضنا. اوكي كتعرس انت ندان عليك تنعرس. انا وبعضنا. مينات علاش مش بتفاهل الحكايه؟ تو سويت جود نيوز. فاتت غبت يا اخي حسيت زياد رقد بلو كون كو لو كو دابيتود جو دي تحييني الفخره هذيا ونبداو نستناو فيها. الوغ اليوم الخميس 16 افريل 2020 الحقيقه العام لفلف العام وفي روحنا قاعدين في ديارنا مرينا منه حتى شيء جي فريمون جي اون كيستيون اسكو العام هذايا باش نحيوه كي نوليو نحسبوا عمرنا ولا سي سا ما كيستيون. والإجابة ماش تلقاها عندي أنا سؤالك هاو ما غير إجابة. الخبر الأول كيف كيف قلت لكم اليوم 16 أفريل 2020 زياد يزي دونك 10 أيام على على ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة. الذكرى 20 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة. الحقيقة مش باش نفكركم شكونو بورقيبة، العباد الكل تعرف هو غني عن التعريف، اما جوست باش نحكي لكم شويه حقائق نذكركم. قال تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. حبيت نفكر اللي المستشفيات اللي هي اليوم السكنات نتاع الحرب ضد الكورونا معظمها كان مش كلها بناها بورقيبه. حبيت نذكر اللي الكليات الطب اللي متخرجين منها جنود الحرب هذه لغمي بلانش معظمها كان مش كلها أوسي بنها بورقيبة. حبيت نقول اللي الأطباء والدكاترة والطاقم الشبه طبي نساء ورجال لي جينيرو اي لي سولدا متاع الحرب هذيا قراو مجانا في مكاتب وفي معاهد بنيهم أوسي كلهم ولا معظمهم بورقيبة. حبيت نقول اللي البي سي جي الفاكسان بي سي جي اللي احنا الكلنا عندنا الفاكسان هذيا خولة أثبت نزيعته ضد الكورونا. شكون اللي ألزموا عام 70 في المنظومة الصحية ألزموا بورقيبة. حبيت نذكر زيدا اللي نساء اللي مثلوا الأغلبية في القطاع الصحي وصلوا لهنا فضل شكون؟ فضل مجلة الأحوال الشخصية اللي رساها بورقيبة. فشكرا حبيبنا بورقيبة. الخبر الثاني أكد بعض الخبراء أن الفيروس باش يطول، وهذاك علاش أكد وزير الصحة السيد عبد اللطيف المكي أن لو بور دو ماسك لابسين الماسك باش يولي اوبليغاتوار باش يولي ضروري باش يولي كومبلسوري هكا بثلاثة لغات. هذاك علاش حيث أن الجهات الرسمية تنوي سن قانون صارم ينص على تسليط غرامة مالية، معناتها اللي ما يلبسش الماسك راهو باش يدفع خطية. أنا نقول لكم وقيت مزيان كما يقول سيد نبيل القروي، قيت به ياسر باش اللي عنده في حياته لابس حياته ماسك ماسك نتاع ذكرني دراوي شفتك ماسك نتاع ماسك نتاع التفليم نتاع الترهدين نتاع الكذب نتاع النفاق هذايا الكل هذايا الكل انا باش نرميه لزياد لا بلوتو باش نرميه هكا على خاطر هذاك راهو ما يصلحناش بلوتو نلبسوا الماسك اللي باش يقينا. اما جوست اون غومارك راهو البارتي اللي يلبسها في الماسك تتحط فوق الخشم، الماسك يتلبس هكا عمره ما يتحط هكا، كي تحطوا هكا راك ما عملت حتى شيء، كي تحطوا فوق راسك أسي راهو ما عملت حتى شيء. أما راهو للبنات الكوكيت راني ما نسيتكمش ومشكلتنا واحدة، أما أنا قلت لكم الحل، المكياج نتاعكم ما تلوحوش وما تسمعوش الأصوات كيما نتاع زيد، هاو قلت لكم الحل. ريت كيفاش ريت
ما تخافوش ما تخافوش. الخبر الثالث، في تونس اليوم الحقيقة نعيش في اون بيبولاريتي، في انفصام في الشخصية. ثم توانسة أبهروا العالم بالوعي نتاعهم، وثم توانسة بقلة الوعي نتاعهم عندهم باش يفسخونا 3000 سنة حضارة اللي قاعدين نتباهوا بهم ليل ونهار قدام العالم. دايوغ فما اللي صنعوا دي روبو، وفما كيف كيف اللي بناو فوق الآثار. فما كيف كيف نشوفوا التاكسيست هذايا باللي مويان دو بور نتاعو شنو خمم بالشاقي لي باساجي نتاعو. وفما مجرمين انا نسميهم، شوف شنو عملوا في الغابات نتاعنا، قصوا 400 شجره في بني متير. انا نقول لكم كان كملنا بالنسق هذايا من قله الوعي، املنا الوحيد باش نعيشوا ضد الحرب ونربحوا الحرب نتاع الكورونا هي نعملوا على وعي الفيروس بيدو. لازم يولي واعي، وبقدرة ربي ما فما كان الخير. الخبر الرابع للناس المهتمين باللياقة البدنية متاعهم كما زياد اللي ما عنده حتى كعبة مسكر في كرشو، أكدت دراسات اللي ثم دو جونيفرسيتي، واحدة يونيفرسيتي دو لوفان في بلجيكيا ويونيفرسيتي ايدنهوفن في هولندا. اللي الجري في الشارع جوغينغ عمار مالوغوزمون بوغ توا راهو يكثر من العدوى. هذاك علاش انا راني جبت لكم الحاله المره اللي فاتت، قلت لكم اعملوا جوغينغ في الدار، ما سمعتوش الكلام. يهديكم شدوا دياركم، اما ما تعملوش الغلطات هذوما. باهي عمار الاخرى عمار واخيرا الثراء نصيب وفعل الخير قرار، الفقر نصيب والقناعه قرار، الذكاء نصيب والاجتهاد والنجاح قرار، الزواج نصيب والطلاق قرار، الحزن نصيب والسعادة قرار، الموت نصيب أما الموت وأنت مرتاح الضمير قرار، الإحساس بالقهر والظلم بابا نصيب أما الإيمان والصبر والإيمان بربي قرار، وجود إنسان به في حياتك نصيب أما باش تخليه وتحتفظ به قرار، الوباء ابتلاء من عند ربي نصيب أما الوعي والوقاية منه قرار، وجود ناس في حياتنا ما همش محترمين الوعي الحجر الصحي ويحبوا يقتلونا نصيبنا أما ردحهم يا حكومة قراركم. وين نقول لكم حتى واحد فينا ما عنده السلطة على النصيب، أما الكلنا عنا نملكوا نعمة أخذ القرار. ميرسي بوكو. ميرسي أمينة، يعطيك الصحة. خليكم مع سيدة فريمون تشرح الصدور وتفرهد على القلب. على اليوم الجو المهسول تبع للظرف المرهول، مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكره بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس، على ارض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما، مع ان وضعك مهزوز ومرهوس. برافو ليها والله. يقول لي غنيت مع عدنان الشواشي راهو. ما عرفش ما نعرفش. يقول لي غنيت مع عدنان الشواشي غنيت. بارك الله عليها. تعطي دي زون بوزيتيف. بالنسبة للماسك ممتاز برشا، بالنسبة للعباد اللي عندهم زوج وجوه هكا يشريوا يلبسوا دو ماسك بعضهم هكا. يموتوا. عمار يعطيك الصحة خويا اللي جيت بحذانا. عايشك. إن شاء الله يا ربي في صحة جيدة، وإن شاء الله ريبريز تكون طيبة، وإن شاء الله بالتوفيق ليك. بالتوفيق الإتوال، خليك مساج لاخر جمهور الإتوال قاعد يتفرج فيك والجمهور الرياضي بصفة عامة، شنو تحب تقول؟ جمهور الإتوال نقول له معناها طلبت منكم السماح قبل على اللقطة وعلى الحاجة اللي صارت مني، نعاود نطلب السماح مرة أخرى هوني ونقول سامحوني، راني كنت على أعصابي، كنت شوية هكا في رمضان صايم، نقول لهم سامحوني وراني بيانتو باش نبطل الكرة وكاو. الإتوال يا دولة، نحب الإتوال برشا، جمعيتي الكبيرة. ميرسي عمار، يعطيك الصحة. هاي هجور.
نحب نشكر اللي ساهموا في حملة الرياضي للرياضي رحمة بالنسبة اللي يخدموا في قطاع الرياضة وخسروا الخدمة نتاعهم، رئيس جامعة كرة القدم المصغرة نشكره أشرف بن صالحة، رئيس جامعة الجنباز فيصل الزمني، وعزيز التومي أكاديمي جوفانتس، وربي يكثر من أمثالهم. يعطيك الصحة زياد. إن شاء الله نحن جمعة جاية رمضان معناتها. بإذن الله. يا أخوي إن شاء الله رمضان مبروك وربي يبقى علينا الستر وربي يفرج على سامسونج إن شاء الله يرجع لعائلته في أقرب وقت وكاو. يعطيك الصحة نبيل كليب. ربي نحب نحكي مع بعض اصحاب المطاعم والملاهي الليليه خويا اللي تنكروا الخدمه نتاعهم ما عادش يحبوا يهزوا عليهم تليفون. خويا الغالي كان اليوم انت عملت فلوس راهو بعرقهم هما، عاون خدامتك، الناس عندها عائلات، وشكرا ان شاء الله رمضانكم مبروك. يعطيك الصحه امينه. فما برشا معذورين منهم نحكيوا فيهم مره اخرى. اما نتفهمك انا نقول فما اكسيون عملناها في سوسه، سكان سوسه راني ما ندعمش الجهويات، اسمها سوسه ما تموتش، دي حتى عمار جمال تكفلنا اي بعائلات في برشا سكان سوسه، اما رانا ماناش قاعدين ندعموا في الجهويه، مثلا بينا كل الناس في جهتهم يعاونوا باللي يقدروا بيه، وان شاء الله تونس الكل ما تموتش. نحب نقول بابا راك في الدنيا انت انسان بتاتخ ان سامبل انسان، اسمك الازهر، اما انا عينيا هما المزهرين على خاطر انت هي الدنيا عندي. الله الله يعطيك الصحة امينات، تحية لعزيز، يعطيك الصحة عزيز وليكيب دو برود، فريق التصوير، لي كادغور، الصون، ليكليراج، كل ان شاء الله ان شاء الله يا ربي الكل ان شاء الله يا ربي رمضان مبروك، نتقابلوا ان شاء الله احنا الخميس الجاي كما قلت لكم، يا اما باش يكون موعد الأكثرية باش يكون نهار الخميس ونهار الأحد، فوالا دونك نهار الخميس ونهار الأحد إن شاء الله نتقابلوا معكم في زوز أسابيع، زوز مواعيد، شبيت خلط بعضي في الأخر، زوز مواعيد في رمضان، طولنا شوية اليوم هذاك عليه، دونك إن شاء الله نتقابلوا في ساعة سعيدة بقوت ربي، نحب تحية لسامي لو فيزاجيست، نسلم عليه برشا سامسوم الغالي يعطيه الصحة، نتقابلوا إن شاء الله بقوت ربي نهار الخميس الجاي، رمضانكم مبروك، باي باي. We'll be right back.